مشاهدينا مرحبا بكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتواصل بطولة أبو ظبي العالمية لمحترف الجوجيتسو في نسختها 11 بمبادرة أرينا بمدينة زايد الرياضية اليوم الثاني من المهرجان، خصص لفئات الناشئة. نظمت لجنة دور المحترفين ورشة عمل المبادرات التطويرية الفنية بحضور سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دور المحترفين ومشاركة أغلب المدراء الفنيين لأندية دور الخليج العربي، وتركز النقاش حول موعد انطلاق الموسم الجديد، وظهر جليا رفض الأندية القاطة لمقترح الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لانطلاق الموسم القادم منتصف شهر أغسطس. تعقد اتحاد كلباء مع الدولي الأردني ياسين البخيت جناح أيسر نادي دبل فجيرة في صفقة انتقال حرة، وجاءت الصفقة ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم، ويقدم البخيت حاليا مستويات رائعة مع دبل فجيرة المهدد بقوة للهبوط، في حين اقترب اتحاد كلباء من ضمان البقاء في دوري الخليج العربي. وفصلت الخليجية وبعد أن استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأندية الخليج في كرة السلة بالفوز على أحد السعودي، يتقدم الشارقة في هذه اللحظات على العربي ب 38 نقطة مقابل 36 مع انتهاء الربع الأول، وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى من البطولة المقامة في مملكة البحرين. حقق شباب الأهلي دبي فوزا عريضا على نظيره الشمال ب 190 نقاط مقابل 83 في الجولة الأولى منافسات المجموعة الثانية لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة. وفي دوري أقوياء اليد لم تحمل الجولة الأخيرة الموسم أي مفاجأة بفوز الشارقة على الوصل ب 27 هدفا مقابل 25 ليبقى الملك الشرجاوي شريكا في الصدارة مع شباب الأهلي دبي، ويلتقي الفريقان الثلاثاء القادم في مباراة فاصلة لتحديد بطل الموسم الحالي بحسب ما تنص عليه لوائح المسابقة.